عايز اسالك كمان عن لاعبنا الدولي المصري محمد صلاح، ورايك في مسيرته التاريخيه في كره القدم العالميه. حسنا صلاح دون ادنى شك هو هو أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم على مدار سنوات كبيرة على سنوات طويلة وهو يلعب في أحد أفضل أندية العالم في ليفربول واستطاع أن يحصد العديد من الألقاب يقدم مستويات كبيرة سواء مع نادي أو مع المنتخب أو على مستوى كرة القدم بشكل عام أي أي متخصص أو خبير في كرة القدم يحب أن يرى محمد صلاح داخل الملعب لقد حقق إنجازات كبيرة لا أعتقد أن أي لاعب ممكن من مصر أن يحقق مثل الألقاب التي حققها والإنجازات التي وصل إليها ولكني معجب بمحمد صلاح منذ أن كان في روما ثم بعدها عندما انتقل إلى ليفربول والجميع يحب أن يرى محمد صلاح داخل الملعب هو يمتلك مسيرة استثنائية مسيرة رائعة بكل تأكيد. البرت سلادس المدير الفني السابق لنادي فالنسيا الإسباني لاعب برشلونة وريال مدريد الأسبق أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم للتلفزيون المصري برنامج رقم 10.